هذا سؤال. find a series solution for y double prime minus 4xy prime plus 4x square minus 2 times y equals to 0. If x not equals 0. So it's ordinary point, the ordinary point صفر. فاحنا نيجي نشوف هذا السؤال ب 4x و 4x تربيع minus 2. فبالحالات الاعتيادية يعني ما نقدر نوجد له حل بالطرق الثلاثة اللي أخذناها، فلهذا نلجأ إلى السيريز. فسواء هو قايل لك بالسؤال find a series solution أو ما قايل لك، أنت ما زال تشوف هنا x دوال ويا الواي ويا الواي برايم أو ويا الواي دبل برايم، معناته أنه تحل بالسيريز. فالبروسيجر الكلاسيك انه تفرض الواي دلاله للاكس ان سميشن وهي مجموعه من الكوفيشنتس. فهنا انا ما خلينا الاكس نوت حسب القانون لان الاكس نوت زيرو. نشتقها مره واحده ومره ثانيه، ننتبه انه الاشتقاق يبدا هنا من واحد وهنا من اثنين، يعني من نشتق هذا راح يصير ان اي ان اكس ان ماينس 1، ومن نشتق هذا راح يصير a n n minus 1 n x n minus 2. فاشتقاق اعتيادي. نيجي نعوض هذه المشتقات، نعوضها بال differential equation الرئيسية لإيجاد قيم ال a n، لإيجاد قيم الثوابت. فكل يعني كل مشتقة هنا بما يقابلها صارت عندنا هذا هذا الفورم. فإذا تشوف هنا الأربعة إكس والأربعة إكس تربيع ماينس 2 موجودة قبل الصميشن، فأول خطوة نسويها أنه ندخل داخل الصميشن to get rid of x and x square، نتخلص من الإكس والإكس سكوير. إيش نسوي؟ ما عندنا إشكال بالحد الأول ينزل كما هو. الحد الثاني نبقي الأربعة والإكس نضربها في الإكس إن ماينس 1، فهنا بلس 1 هنا ماينس 1 راح تبقى إكس إن. الإكس الأربعة إكس سكوير نضربها بالأي إن إكس إن راح يطلع 4 أي إن إكس إن بلس 2، هنا عندي إن وهنا 2 يصير بلس 2. والماينس 2 نضربه بالسميشن راح يطلع ماينس 2 سميشن اي ان اكس اس ان. فالخطوه الاولى انه دخلنا الاكس على السميشن. الخطوه الاخرى انه نحاول نوحد الباور، هنا ان ماينس 2 هنا ان هنا ان بلس 2 هنا ان، فلازم نوحدها كلها سوا. التيبيكال الافضل أو الاعتيادي خلينا نقول الأكثر شائع أنه ترجع للإكس إن، بس مو معناته أنه إذا توجد علاقة أنه توحدها كلها إن ماينس 2 أو إن بلس 2 مو مشكلة. المهم الإكس إن يخرج عامل مشترك من كل الحدود. فاللي سويته أنا هنا الإكس إن حافظت عليه، بس الـ xn minus 2 رجعته للـ xn. شلون رجعته؟ ضفت 2 للـ n، فوين موجود ما موجود هنا n ضفت لها 2. تتلاحظ هنا الـ n بلس 2 هنا الـ n بلس 2 هنا بلس 2 هنا بلس 2، فراح يصير اختصارات طبعا وراح يطلع لي بهذا الشكل. هنا بلس 2 تنتقل تصير 0، هنا بلس 2 ماينس 2 ماينس 1 تصير بلس 1، وهكذا. وهذا يرجع الى الاكس ان. الحد الاخر اعتقد ما كان به مشكله، هي اصلا اكس ان فيبقى كما هو. الحد اللي بعده ان بلس 2 فعكس الاول، هنا انا راح اسوي ماينس 2. فبالحقيقه هنا كل ان سويت لها
نقصت من عدد 2 هنا n minus 2 هنا n minus 2. فبالنتيجة راح تطلع لي ال n راح تساوي 2 الان 2 تنقل هنا فتصير 2 ال a n minus 2 وال x رجعت لل x n وهو المطلوب. الحد الأخير ما عندي مو مشكلة فينزل كما هو. فهنا أنا صارت كل الحدود عندي بدلالة الـ x to the power n. هاي الخطوة الأخرى اللي حققناها. اللي بعدها أنه هنا n عندي تبدي من الصفر، هنا تبدي من الواحد، هنا تبدي من الاثنين، هنا تبدي من الصفر. فالـ optimal or typical أنه يعني تسويها تبدي من الأكبر. ليش؟ لأن أنا الأصغر أقدر أعوضه وأبدي سيريز من الحد اللي أنا أريده. فمثلا إذا أريد أبدي من الاثنين للكل راح أقول الحد الأول اللي أنا أعوضه صفر فيطلع عندي هذا الحد. أنا أعوض الآن صفر وبعدين أعوضه واحد يطلع عندي الحد الآخر. فعوضت الآن صفر، عوضت الآن واحد، فيبقى يبدي من اثنين. فهذا الحد راح يعني يبدي من الاثنين. الحد اللي بعده يبدي من واحد، فأعوض الصفر، العفو أعوض الواحد وأبديها من اثنين. فمن عوضت الآن واحد يطلع أربعة أي واحد إكس. بعدين السميشن راح يبدي من الاثنين لان انا اريد كل الحدود تبدي من الاثنين. الحد اللي بعده هو اصلا يبدي من الاثنين. الحد الاخير اعوض الان صفر واعوض الان واحد وبعدين بقيه الحدود تبدي من الاثنين. فصار عندي كانه الضريبه او الفي هذني الحدود الزائده اللي عندي. يعني هنا أنا اي اثنين، هنا أنا اي ثلاثة، هنا أنا اي واحد، هنا اي واحد. اقدر طبعا هذا ويا الاكس يعني متشابهات اقدر اجمعهم، وهنا أنا اي زيرو ايضا منفصل، والبقية كلها تبدي من اثنين والاس لها اكس اس ان، فاقدر اخذ عامل مشترك. هذا اللي سويته هنا. فهذني الضريبة خليتها على جهة، واللي تبدي ويا عامل مشترك ايضا خليتها على جهة ثانية، وصارت عندي ما يخص ال A2 وال A0 or ال A0 تساوي بالصفر. يعني هاي شلون فلسفتها؟ فلسفتها انه اللي ما بيها X اكيد لازم تساوي صفر، واللي بيها X اكيد تساوي صفر، والبقية اللي بيها summation تساوي صفر، يلا تطلع المعادلة تساوي صفر. هاي هي الهايبوثيسيس الفرضية. يعني شلون ما كنا ويا الواي اس نساوي انه كل اللي بي اس معاملاته تساوي صفر، اللي بي اس تربيع معاملاته تساوي صفر وهكذا. فانا نفس الحالة اللي بي اكس معاملاته تساوي صفر، اللي بي اكس اس ان معاملاته تساوي صفر، واللي ما بي اكس ايضا يساوي صفر. فترجمته راح تصير بهذا الشكل: الـ A2 ماينس الـ A0، الـ A2 تروح يعني الـ A2 يساوي A0، اللي معاملاته ويا الـ X راح بالأخير ينتج الـ A1 يساوي A3، اللي معاملاته XN راح يعطينا Recurrence Relation، راح يعطينا معادلة التكرار اللي تخرج لنا بهذا القوس من بعد الترتيب. يعني ما بيه هنا مجرد ترتيب، يطلع لي هذا داخل المربع. فهو هذا يعني القصد، انه استخرج الريكرنس ريليشن. حتى اذا طبقت الريكرنس ريليشن طبقتها على الـ يعني الـ اتحقق من عندها انه الـ A2 تساوي الـ A0 والـ A1 تساوي A3، نفس الحالة راح ينطيني انه الـ A2 تساوي الـ A0. شلون؟ يعني إذا أرجع أعوض الآن صفر بهذا الـ recurrence relation راح يعطيني هنا الواحد في اثنين
2، وهنا راح يعطيني الصفر يروح هنا. أنا صفر ماينس 2، أي ماينس 2 هي صفر، ما عندنا إحنا بالفرضية الأولى ما عندنا ثابت بالماينس، عندنا أي 0 أي 1 أي 2. فإذا كانت هذا صفر وهذا صفر راح يبقى 2 أي 0 على 2، 2 وال2 تروح، فيصير الأي 2 يساوي أي 0، وهو أصلا استخرجناه بالأول. عوض الأن 1 يطلع لك الأي 3 يساوي أي 1، إذا صحيح هذا اللي استخرجناه بالبداية. عوض الأن 2، نتعوض الأن 2 بهذا الـ recurrence relation، راح يطلع لك الـ A2 بدلالة الـ ويا الـ A0. أنا أصلاً الـ A2 هو يساوي الـ A0 منه، فأقدر كله أستخرجه بدلالة الـ A0، فيطلع لي الـ A4 بدلالة الـ A0. نيجي على الـ A5 من خلال تعويض الأن هنا 3، نعوض الأن هنا 3 يطلع لك الـ A5. من بعد التعويض بهذا الـ recurrence relation راح يطلع لي بدلالة الـ A0 يعني الـ A3 ويا الـ A3 يعطينا الـ A1 والشكل، و هذا التعويض هنا أنا صار. فعندي هنا الـ A5 هذا المعادلة له، الـ A3 هنا والـ A1 هنا، لأن الـ A3 ينجمع ويا هذا، يعني الـ 12 ويا الـ 2 يصير 14، راح يطلع لي بدلالة الـ A1 الـ A5. الـ A1 يعني 10 على 20 يطلع A1 على 2. فأنا استخرجت، يعني قلنا كافي لحد الآن 3 كافي. تقدر تعوضها بالمعادلة الأصلية اللي أنت فرضتها بالبداية، اللي الإكسبانشن الامتداد إلها أو الانفكاك إلها هي أي 0 أي 1 أي 2 أي 3 أي 4 وهكذا إلى أي 5 وأعلى من عد. فنعوض مكان كل ثابت بما يساوي اللي استخرجناه هنا، راح يطلع لي عامل مشترك للأي 0 وعامل مشترك للأي 1، وبداخل هذين الأقواس راح يطلع لك سيريز، راح يطلع لك السيكونس تحكمها معادلة. إذا أحكم هاي المعادلة وأستخرج لها فورم فهو الـ E exponential square. هنا أنا الـ E exponential square times x، يعني إحنا ماخذين أنه بالسيريز الـ exponential to the x، الـ exponential x يساوي 1 بلس x بلس x سكوير على فاكتوريال 2 بلس وهكذا. فأنا من أجي أعتبر الـ x كأنه x سكوير، فراح يخرج لي سيريز بهذه الصيغة، فأقول هاي الصيغة تشبه هذا، يعني بالرياضيات صحيح. هنا أنا أستخرج الـ x كعامل مشترك، اللي يبقى راح يبقى هذا، فكأنه نفس الحالة exponential x square. الواحد اللي ما يعرف يقول أني ما ماخذ السيريز وما أعرف شلون أحول هذا الـ x إلى هاي الفورم، إذا بقيها بهاي الصيغة صحيح، ما عندك شيء غلط لحد هنا، بقيها بهاي الصيغة. بس إحنا بنرجعها لهاي الصيغة ده أبين لك إنه الـ y دلالة الـ x راح يعطيني نفس الحالة، يعني ثابتين general solution راح يعطيني ثابتين، راح يعطيني exponential function. وهنا الـ x إذا تتذكر تقارنها ويا اللي عندنا هي repeated root، من عندي repeated root يطلع لي بهذا الشكل. فهذا هو حل المعادلة التفاضلية باستخدام الـ series. عندي السؤال الآخر واللي هو يعني كلش بسيط وقصير، على موضوع الـ Eigenvalues والـ Eigenfunctions. الـ Eigenfunctions هنا عندنا ليش؟ من الحدود دائما أشوف على الـ Initial Conditions أو أشوف على الـ
الأبعاد 0 إلى الباي، هنا أنا مو أبعاد زمن وإنما أبعاد أو حدود لسبيس. ومطيني هنا المعادلة التفاضلية بيها هذا الترم ويا اللمدا. شو يقصد اللمدا؟ يقصد انه اللمدا مثل ما شفناه بالملزمة، مرة تكون أكبر من الصفر، مرة تكون يساوي الصفر، مرة تكون أصغر من الصفر. فإحنا ناخذ فرضية واحدة، مثلا اللمدا بلس 16 أكبر من الصفر، فأنا ناخذ هاي الفرضية باعتبار أن اللمدا ما نعرفها هنا. فنفرض we assume that أنه اللمدا بلس 16 أكبر من صفر، فراح يعطيني يخرج هاي المعادلة. أحلها بطريقة المميز، راح يطلع لي جذرين دلالة الإيماجينري بارت، يعني معناتها ترجمتها بما أنه المشتقة ثانية فهي الحل الأخير اللي بدلالة الكوساين والساين. بس انتبه هنا الريل بارت أيضا أخليه للإكسبونينشال. فهذا القانون احنا نعرفه من البداية للسكند أوردر. هنا كل اللي صار الاختلاف اللمدا، ما أعرف قيمتها فبقيها بدلالتها. فالفكرة أنه من أعوض الباوندر كونديشنز اللي هي باوندر كونديشن قلنا للسبيس، مثلا طول عندي رود أو أني ريجيد ماتيريالز، من الأكس صفر يعني الواي صفر، الأكس لمدا الواي صفر، من أعوضها يطلع لي السي صفر. من أعوض الباوندر كونديشن نمبر 2 راح يطلع لي أما هذا صفر، الساين الزاوية صفر أو الثوابت صفر. ثوابت أكيد هي مو صفر، فيبقى هنا الساين لازم يساوي صفر. فإذا طلع لي كل أفرضها صفر معناته الحل تريفيال ما بمعنى. فأحاول يعني أسويها مو صفر. شلون؟ إيش وقت الساين هاي الزاوية تساوي صفر؟ عندما الزاوية عبارة عن سيريز n باي. فبنتعوض ال n هنا تبديها من واحد أو اثنين أو ثلاثة وهكذا. هاي العلاقة الرياضية صحيحة. فإذا هاي العلاقة الرياضية صحيحة راح أستخرج اللمدا بدلالة ال n. فهنا اللمدا اللي هي الايجن فاليوز والمطلوبة من السؤال عبارة عن سيريز، عبارة عن ربع، واحد، تسعة على أربعة وهكذا. هاي اللمدا اللي هي عبارة عن سيريز أو عبارة عن مجموعة من الحدود، إذا عوضها بالمعادلة الأصلية تعطيني الايجن فانكشنز فبدلالة اللمدا. فهذا الايجن فانكشنز يختلف عن الايجن فاكتورز اللي استخرجته كمتجه وليس كفانكشنز. هذا هو حل الايجن فاليوز والايجن فانكشنز لهاي المعادلة، واللي عندكم تمرين عليه.